احنا دائما ننظر بواقعية لما يجري، وعندما اطلقنا التحذيرات والنصائح للقوى السياسية سابقا لم نطلقها جزافا، اطلقناها وفق دراسات للواقع العراقي ولنفسية الشارع العراقي. القوى السياسية بتماديها وعدم انصياعها لإرادة الشعب العراقي أوصلت الحال إلى حالة اليأس التام من هذه القوى السياسية. ولذلك اليوم نرى أنه الشارع العراقي خرج رافض لمخرجات القوى السياسية هذا الأحزاب، ينظر بمنظار لماذا هذه القوى السياسية لم تختار شخصية تم اختيارها من قبل الشارع العراقي المنتفض، لماذا يتم الإصرار على الخروج بشخصية وتكليف شخصية تتفق عليها القوى السياسية نفسها رغم اعتراض الشارع العراقي على سياسة وإدارة هذه القوى السياسية للبلد منذ 16 عام. هذا وقلنا أن هذه القوى ترسل رسالات واضحة إلى الشعب العراقي على أنها لا تريد أن تبدأ مرحلة إصلاح جديدة، ولذلك اليوم خروج الشارع العراقي هو ناتج عن حالة يأس للوصول مع هذه القوى السياسية بتفاهمات حلول وسط مع القوى السياسية لعبور هذه المرحلة. وقد حاول الشعب العراقي المنتفض بعد أن أجرى جولات تفاهمات مع هذه القوى السياسية للوسط إلى حلول وسطى، ومن ضمنها هو اختيار شخصية رئيس وزراء مكلف من قبل الشارع العراقي المنتفض، وبالنتيجة الشارع العراقي لم يحصل على هذا الخيار، والقوى السياسية بدأت تبتعد كثيرا ولا تهتم لمطالب الشعب العراقي على أنها لن تستطيع إعادة جذوة الثورة من جديد. وهذا وهم وخطأ كبير من قبل القوى السياسية، وحذرناهم عدة مرات من السلوك هذا الطريق والوقوف بوجه إرادة الشارع العراقي. وقلنا لهم أن المرحلة السابقة كانت حالة تدافع بين القوى السياسية وبين الشعب العراقي المنتفض والمتذمر من سياسة هذه الأحزاب وإدارتها، وإذا ما استمريتم بهذا الاتجاه فإنكم ستصلون إلى حالة الصدام بدل التدافع بينكم وبين الشارع العراقي. اليوم عندما يخرج الشارع العراقي مطالبا بإسقاط نظام، إسقاط النظام له تبعات أخرى، ليس مجرد إسقاط العملية السياسية وإدارة الدولة وكفى، وإنما الشعب العراقي لديه مراحل. اليوم كما قلت لك الثورة والانتفاضة في العراق لديها عقول تفكر وترسم خطط مستقبلية، وبخطوات مثل ما ترسم القوى السياسية خطواتها لتمييع القضية، اليوم القوى التي تفكر للثورة فإنها ترسم بخطوات